أخي انتظر انتظر، ماذا هنالك؟ هل ستصلي بهذا الثوب؟ نعم، الطقس حار جدا. كثير من أهل العلم كره الصلاة بهذا الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه. وهل يوجد دليل على ذلك؟ نعم، أخرج النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. على عاتقه أي على كتفه يا أخي. حسنا، بارك الله فيك. جزاك الله خير.